كالعادة البداية بالعناوين. بعض القواعد في لعبة التريكس. ايه بس كانوا بنقصنا واحد نلعب تريكس شباب مو؟ اخر الدراسات تقول يا زلمة لعبة الشدة بتسحب للصبح هلا، بس بدكم ترشوا عناوين ان شاء الله. ما جد اعطينا فاصل داخلي من الزلمة اخي باب الطلب. مصادر تتحدث عن قرب انضمام الحكومة السورية إلى مجموعة دول البريك. شو الحكومة بدها تلعب شدة يعني؟ يا أخي شو دخل الشدة بالموضوع؟ في الحقيقة فإن مجموعة دول البريك شو معهد شدة فاتحينه الشباب ولا شو بالضبط؟ مجموعة دول البريكس تشكل ثقلا اقتصاديا كبيرا في العالم. كمل. الأمر الذي جعل محللين اقتصاديين يتوقعون أن انضمام سوريا إلى مجموعة دول تريكس البريكس سيخفف من وطأة الحصار الاقتصادي المفروض على البلاد من قبل أمريكا ودول الاتحاد الأوروبي. واللي ما له حظ هذا اقتصاد، شو دخل الحظ؟ مركز شوي معلش. شو اقتصاد؟ من طول عمر الشدة بده حظ. إيه أنا ما بلعب شدة وبعرف هالشي. جوار اللي هذا بده يضل يفوت ولا شو؟ بدك ضلك ناقش شو رد عليه. خلص يعني الدولار بينزل بيرخص البنزين، ببطل حدا ينخطف، ببطلوا يغتالوا حدا، بترخص السمنة والزيت والجبنة والرز واللبنة والخضرة والفواكه. يا سيدي الفواكه نسيناها. بيرخص البيض، الجاج صار يبيض على الدولار، والبقر صار يحلب على اليورو، ولك البقدونس والكزبرة والفجل الجرجير الطرخون النعنع الرشيد الكرفس. صرنا نتخيل وراءهم 500 يا زلمة. لك البطيخ يا الله، البطيخة صارت أغلى من الطابة الذهبية تبع ميسي. ولك آخ المواصلات يا حبيبي، بتطلع مدافشة ونعورة بباص كله روايح، وصارت الأجرم دوبل يا 4-5 أضعاف. تريكس شدة والبريكس والله ما بعرف عن ايش. ما بعتقد هذا الشيء، نحن مو بتاعد الشباب. انا عملات الرأسمالية والإمبريونية ما بتهمني ولا بتعامل فيها، لا بهمني الأورو ولا بهمني الدونار. انا عندي عملة بحبها كتير اسمها الليرة. اتركني لهمي، انا اللي بدي تعديلك علينا. لا والله بتوصل لكل تاجر هون موجود انه شوية رحمانية بس بشهر رمضان. سالم عن جد بدي اعتذر منك، والله ماني عارفانك محلول هالدرجة. والله انا كنت مفكر انه انت مفكر انه احنا عم نحكي عن الشدة. سالم عن جد ما قصدي زعلان. والله كنت مفكر عم سكتنا بس هي غلاظة يعني جكارة فينا، ما كنت مفكر لهالدرجة. سالم حبيب القلب وينك؟ سالم خلاص روح يا زلمة، شبك طول بالك، رد علينا يا سالم. سالم يا سالم والله عم نمزح معك. مرحبا بفوز، والله بدي اوصيك على كم شغله تجيب لي اياهم، بس بدي اياك تتوصى هديه للمريض. سجل بدي تعبي لي بوكيه كزبره وجرجير، زوي لي اياهم على كيفك، يعني هديه ولشخص كثير غالي علي. كليين رز صحن بيض. ايه سجلته قبل ما انسى. بدي بطيخه ضروري كثير، بدي اعطيك العنوان هدول بتوديهم. امشي ان شاء الله الزلمه بعدين مع الطريق بتكمل. طيب ابو فوز ليك نحن هدول الاغراض كثير يعني مهمين ناخذهم. اخي شو دخل الشده بالموضوع؟ ما نشاف شيء والله مو شو جاء على محللين والله ماني شايف.